السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة على القناة. وصفتنا اليوم كيف ما كتشوفوا في الفيديو حلوة سهلة بمقادير بسيط، دغيا كتوجد وكتعطينا كمية كبيرة وكتجي زوينة لا في الشكل لا في المذاق. انا متأكدة غادي تعجبكم الا جربتوها. ما غاديش نطول عليكم، شوفوا الفيديو حتى الاخر، خليوا لي جيم، خليوا لي كومونتير، قولوا لي كيف جاتكم. والناس اللي باقي ما شاركوش في القناة شاركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما كل جديد. نمشيو نبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نحتاجو لابريري، ربعة ديال لابريري، جوج الكيسان ديال الزيت، جوج كيسان ديال السكر كلاصي، والفرص كيبقى على حسب الخليط. نمشيو نشوفوا الطريقة. إلا لاحظتوا أن هاد الحلوة ما كنحتاجوش فيها نهائيا الخمارة وما كنحتاجوش فيها البيض. غناخدو الزبدة، الزبدة ديما كتكون على الحرارة ديال المطبخ، يعني ما تكونش باردة في الثلاجة باش كتعاوننا من كنخلطوها مع السكر كلاصي كتجي سهله اننا نمعكوها معاه. غنزيدو السكر كلاصي، وغادي نمعكو هاد الزبده مع السكر كلاصي مزيان. لاحظتوا كيف ما قلت لكم، من الاحسن الزبده خاصها تكون دايبه، يعني ما تكونش في الثلاجه باش كتجينا سهله اننا نمعكوها مع السكر كلاصي. من بعد ما معكنا الزبده مع السكر كلاصي، دابا غادي نزيدو جوج كيسان ديال الزيت، ونخلطو المكونات مزيان مع بعضياتها. كيفما كتلاحظو معايا كنبقاو نخلطو حتى كيولي عندنا خليط على هاد الشكل. دابا غادي ندوزو لاخر مرحله بقات لينا اللي هي الدقيق. الدقيق غادي نزيدو على حسب الخليط، يعني الدقيق اللي غادي يقدنا باش نجمعو هاد الحلوه. الدقيق هنايا انا غربلتو، يعني ضروري خاصنا نغربلو، كنبقاو نزيدو بشويه بشويه حتى كتجمع لينا. الا لاحظتوا هنا العجينه هي بدات كتجمع ليا، غادي نبقى نزيد الدقيق حيت مازال خاصها، يعني مخصهاش تكون قاصحه بزاف ومخصهاش تكون ثاني رطبه بزاف، يعني فاش نديروها كويرات ما تكونش كتفرتز، كتكون شاده في راسها. الجيدة ديالنا هي واجده، وكيف ما قلت لكم الدقيق كنبقاو نزيدو شويه بشويه، خاصها ما تكونش قاصحه وما تكونش رطبه بزاف، يعني فاش نديروها كويرات دغيا تجمع لينا ما تجيناش كتفرتت كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو على هذا الشكل. دابا غادي نغطي العجينه ببلاستيكه على ما وجدت اللاطه. كما لاحظتوا دابا غادي نشكلوا الحلوه، يعني راه ما كتحتاجش للمرشم، غناخذ واحد الكميه قليله، كنديروا كويرات على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا، يعني كنحاولوا اننا نديروا كويرات قياسيين، ما نديروهمش كبار بزاف، راه الحلوه واخا ما فيهاش الخميره غادي تلاحظوا فاش غادي تطيب راه كتزاد في الحجم ديالها. بالنسبه للاطه هنايا ما كيحتاجش ندهنوا، اصلا الحلوه راه فيها الزيت، يعني راه ما كتلصقش لينا. كنبقاو نكملوا على نفس الطريقه، يعني كويرات بنفس القد، وكنستفوهم في اللاطه حتى كنساليو الكميه اللي عندنا ديال العجينه. كما غتشوفوا معايا غادي نسالي اللاطه الاولى وغندخلها للفران طيب. الفران خاص العافيه تكون متوسطه، يعني ما تكونش مجهده بزاف باش ما تحرقش لينا دغيا وما تكونش ناقصه ثاني بزاف. هي اللاطه الاولى من كتبدا طيب لينا من التحت كيف ما كتشوفوا كتبدا تحمر، كننزلوها باش كتحمر لينا من الفوق. الفوق يعني ما نتسناوهاش حتى تحمر تولي عندها هذا اللون هكا احمر، غير تبان لينا ان اللون ديالها بدا كيتغير كنخرجوها من الفران، حيت فاش غنخرجوها وهي كتبرد وهي كتزيد اللون ديالها كيغمق. دابا غادي ندوزو للزين. بالنسبه للزين غادي نحتاجو الشوكولاط وغادي نحتاجو الكوك. الكوك انا كنفضل تاخدو كوك اللي يكون ميدم، يعني ما يكونش ناشف. غناخدو الحلوه غنغطسوها في الشوكولاط. بالنسبه للشوكولاط كحال انا كنستعمل كالا، يعني راه دغيا كيدوب معايا. نحاولو اننا نغطسوها مزيان في الشوكولاط. الحلوه راه خليناها حتى بردات، يعني ما كنخدموش بها وهي سخونه باش ما تهرسش لينا. كنغطسوها، نغطسوها هكا بفرشيط، نخليوها حتى تقطر ونحطوها
في الكوك. وغادي نمرمدوها هكا في الكوك، خصنا نمرمدوها كاملة. علاش قلت لكم الكوك خاصو يكون ميدم باش ما كتهزش لينا الكوك بزاف. انا هنايا غادي ندير واحد البلاستيكه وغنبقى الحلوه اللي صايبتها نحطها فيها حتى داك الشوكولاط كيجمد مزيان وما كتبقاش تلصق، عاد نقدروا نديروها فشي بواطه ولا نديروها في الطبسيل. غادي نكمل على نفس العمليه اللي قلت لكم. الحلوة ديالنا هي وجدات كتجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. انا متاكده غادي تعجبكم الا جربتوها، راه كتجي زوينه بزاف لا في المذاق لا في الشكل، وكيف ما شفتوا مقادير بساط وطريقه سهله وكتعطي كميه كبيره. انا راه عطاتني 90 حبه. دابا ما بقى لي الا نقول لكم خليوا لي جيم، خليوا لي كومونتير، قولوا لي الفيديو ديال اليوم كيفاش جاكم، الا عجبكم بارطاجيو مع الناس اللي كيتعرفوا، وان شاء الله حتى انا غنشارك معكم من هنا حتى العيد الحلويات اللي غادي نصايب، وان شاء الله غنحاول انني نصايب لكم حلويات تكون سهله وفي المتناول وبمقادير بساط ما فيهمش الخدمه بزاف. ودابا غنقول لكم بسلامه والى اللقاء، نتلاقاو ان شاء الله في وصفه قادمه باذن الله.